Argentina, vamos a buscar esta banda quilombera, no tenga, no tenga la letra. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar esta banda. شاهد ماذا قال ليونيل ميسي عن محمد صلاح بعد مباراة بولندا. أول تعليق من حارس منتخب السعودية بعد مباراة المكسيك. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شاهد ماذا قال ليونيل ميسي عن محمد صلاح بعد مباراة بولندا. كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة بشأن مباراة مصر والسنغال التي أقيمت في التصفية النهائية المؤهلة لكأس العالم قائلا: محمد صلاح تم تهديده بالقتل في الفندق قبل مباراة مصر والسنغال، وأحد الأشخاص ذهب إليه وهدده، ومن هدده تم تصويره مع رئيس الاتحاد السنغالي. وأكد عامر خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر والمذاع على فضائية NBC مصر: لدي مستندات تثبت أن مصر على حق في قضية مباراة السنغال، وعددت ملفا ضخما جدا وأرسلته لمحكمة الجنايات، وتابع أن الأهلي مؤسسة منظمة ومش مستنيين حد يساعدهم، والأهلي جاب لكهرباء إعلانات ونصف الغرامة يدفع منها. أول تعليق من حارس منتخب السعودية بعد مباراة المكسيك. يتنافس نجم فريق ليفربول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2002.